اهلا وسهلا مشاهدينا وين ما كنتوا، كل الناس اللي بتابعنا دائما عبر قناة البلد اهلا بكم. من الشارع العام دائما بنطرح مواضيع تهم المواطن السوداني. الثقة هي اساس كل علاقة، ان كان نوع العلاقة علاقة زمالة او صداقة او حتى حب، لكن لما تكسر الثقة بالخيانة بتكون هي هاجس كبير جدا. الخيانة هي ما بس خيانة، الخيانة ممكن تكون هي كسرة للروح، كسرة لثقة كبيرة جدا كانت من اي نوع من الاشخاص اللي بتجمعهم اي علاقة. جينا الشارع العام عشان نشوف رأي الناس في الخيانة، وهل هم تعرضوا للخيانة، والخيانة في حد ذاتها هي مرض أو السبب شنو ممكن تخلي الشخص يخون ثقة أو يخون شخص هو أداه ثقة كافية وأمان في نفس اللحظة. معانا واحد من الناس، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. الله يبارك فيك. الخيانة هي أنواع صراحة، في خيانة زوجية، في خيانة عاطفية، في خيانة أمانة، أيا كانت من ضرب من ضروب الخيانة. فهي بصراحة ما بترتقي لمستوى الآدمية أولا حاجة، لأنه البني آدم يفترض أن يكون مجرد من حتة الخيانة بالنفس العفيفة، النفس الأساسا الرافضة. أنا بعتبرها مرض نفسي، زول خاين ده بعتبره مريض نفسيا، يعني ما مكتفي حتى بينه وبين نفسه، وما مصالح يعني مع الآخرين. لأنه إذا كانت زوجية أو كانت عاطفية، اللي هي شبيهات، لأن العاطفية ممكن تتطور لزوجية. فأنا غاية رأيي الشخصي بشوف إنه إنسان خاين صعب إنه جدا يتوب أو يقف، مع إنه المتابة دي من عند الله. وبما إنه أنا أساسا وصلت قناعتي لزولة يعني عاطفيا إنه ممكن أوصلها أرتقي لمسألة أسرة وزواج وكده، المفروض أول حاجة أنظف نفسي أول حاجة من جوا، انه انا اتصالح معاها بانه المساله دي يعني شيء مشين اتركه، مرض نفسي اتعافى منه كويس باي شكل من الاشكال كويس. فبصراحه تغوى الغلوب اهم حاجه، انه نظف قلبك بالتغوى بالايمان، تصالح مع نفسك بتلاوه بغيرات القران كويس، نظفه من الرواسب السيئه، لانه لو اعتبر الخيانه من احدى الرواسب السيئه للنفس. اما خيانه الامانه دي هي ما اقل منها برضه، شيء سيء جدا كون انا اتمنك على حاجه وتخونه. فبصراحه دي انت بتصرف انك انسان كريمينال، زول مجرم بصراحه. اول حاجه في علم الجريمه دي براها عندها عقوبه لحالها. فانا بشوف انه ما في فرق بينه بين انك انت تكون خاين لامانه، ده خيانه بتاعت قلب ما خيانه ماديه. الخيانه الماديه برضه ما اقل منها بحاجه، لانك انت بتكون اتجردت من اشياء انسانيه كثيره ومن اخلاقيه وتربويه، وبتغوص في مسائل كثيره جدا جدا وشائكه. فالخيانه شيء صعب بصراحه. مختصر المفيد اقول لكم انه الخيانه صعب، صعبه شديد، صعب انك تكون. انا شاكره لك جدا، وان شاء الله ربنا يعافي كل انسان تعرض لخيانه ويشفي كل الناس اللي هم دائما بيكسروا الثقه. مريضين والله بصراحه، انا وربنا يشفيهم. اللهم امين. يديك العافيه، شكرا لكم يا ناس البلد، دائما بيتعزوا لمواضيع صراحه بتهبش اللحم الحي. الله يديكم العافيه، وان شاء الله اهل الامام يا ناس البلد. شكرا لك. شكرا مشاهدينا، لسه متواصلين معاكم مع بعض، خلونا نشوف راي اخر. يا ما خانونا وشفنا الخيانه نوع من انواع الخيانه. اول الان ذاته يعني اقصد الخيانه الان الناس ذاتها بقت القلوب طماع، يعني خيانه في الشغل، خيانه في 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 في, في المواصلات، خيانه في الشارع. يا اخي اي نوع خيانه نحن لاقينا يا اخي. حتى الناس انت الليله بتكون زول قاعد معاك في البيت ما تثق فيه، يعني الليله لو وثقت فيه في مواضيع كده تلقاه يا زول خانه خيانه كده ذاته ما بتتخيلها. حاسس ان احنا عندنا زول شغال معانا الكلام ده قبل 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 اسبوع كده، نحن ممسكينه قروش الميز. الزول ده لما نمشي على الميز اتاري قاعد ينقص الميز، نحن ما جايبين خبر، ونحن مدين قروش يا زول. بخصوص عندنا افطار جماعي يوم الى الله، انت بتفطر الناس زي الزول بيمشي بينقص. نحن لما قمنا مشينا على المخبز يومات بتاع المخبز براه، وقال يا زول الزول بيشيل مني خبز بكده، ونحن مدين سير اقصد قروش بمبلغ. يعني اتحيرنا ذاته والزول، قلنا له وهو كان راكب معنا بنفس اللحظه، قلنا له يا زول نحن يومات مدين لك قروش، يوم الى الله بنديك قروش تم تجيب لنا خبز بكده. والليلة اتضحت بتاع الخبز، قال انت يوم اقصد بيشيل بكده. قال لا يا اخي انا الان ما اعرف القروش كان نقصت علي، وغيته بقى ذاته يتصرف كيف ما اعرف.
دي نقول يعني هي خيانة الأمانة. خيانة الأمانة. طيب ممكن برأيك شنو الحاجة أو السبب اللي بيخلي الشخص إنه هو يكون ثقة؟ والله هو المشكلة مع طمع في القلب. هما طمع يعني الليلة زول بيقول أيوة الزول بيقول يا أخي أنا الشغلة دي لو عملتها كده ما أقصد ما هينكشف. وزي ما في آية في القرآن بتقول قل من كان في الدلالة فليمدد له الرحمن مدا وربنا يمهل ولا يحمل. مهما يكون زول أنت خنت زول ولا خنت صديقك خنت زوجتك خنت شنو يوم من الأيام أنت إلا بتنكشف أصله. عشان كده يعني زول يعمل حسابه بالذات الخيانة دي أكعب حاجة في الدنيا. الخيانة دي أصعب منها ما في. نسأل الله السلامة أن يحفظ أمتنا من الخيانة وأن يحفظ شعبنا من الخيانة. والله موضوع هادف وجيد. وهي طبعا الخيانة اليومين ديل كترت شديد يعني مش اليومين ديل بس السنين الأخيرة دي يعني كترت شديد. أكثر خيانة بتسمعيها دائما هي شنو بالضبط؟ والله طبعا أنا موظفة فأكثر خيانة يعني خيانة الزملاء خيانة الأصحاب وطبعا الخيانة العاطفية بأنواعها. يعني إذا تعرضتي أنت للخيانة قبل كده يا تهاني أو بتعرفي زول حتى من أقاربك من الناس من معارفك أنه تعرضوا للخيانة؟ والله بعرف لكن ما كثير طبعا. أو بيجي وبيقول لي يعني بيطرحوا لي وبنصحهم يعني المفروض يعملوا شنو ويتجوزوها كيف. طيب ما تنصحين وتنصح الناس اللي ممكن يتعرضوا للخيانة؟ تمام. فهو الزول طبعا الزول اللي تعرض للخيانة ده حسب الزول اللي تعرض منه للخيانة سواء كان قريب زوج أو خطيب أو طبعا صديق عمل أو زميل في الدراسة أو زميل في العمل. فطبعا هم بيختلفوا فيعني هو طبعا الزول اللي بيخون ده فهو ضحفي بين الإيمان اللي بيعتبره الأمان. يعني الخيانة هي عكس الأمانة وهو الزول ده وثق فيك أو وداك حاجة من نفسه فأنت فلازم تحفظ الأمانة دي يعني فهو خانة فأنت تتوكل على الله يعني. فأكثر شيء زول يتقرب لله أكثر يعني ويدعي يصلي على شنو يتجوزها بعد ذاك يعتبر إنه هي الحياة دي ما وقفت على زول اللي أنت زول ده الخانك يعني. فالدنيا دي كتير وزي ما بيقولوا حوا والدة وفي يعني كان زوج في بتلقي الصاحب الزوجة الثانية أو زول قريب لك أو خطيب ثاني أو زميل دراسة أو صديق. وزي ما بيقولوا خير في غيره يعني ورب دارة النافعة. طيب إذا أنت تعرضتي لخيانة لا قدر الله هل أنت حتتجاوز الموضوع ولا لا حتنتقمي؟ لا أنا حتجاوز. هي طبعا هي مرحلة صعبة لكن أنا حتجاوز يعني أنا عن نفسي بتجاوز فبقرب من الله أكثر. فالله أصلا أنت عملك الحاجة دي احتمال اختبار لك تتقرب. هي صعبة لكن يعني متجاوزة إن شاء الله. شكرا لك يا دهاني وربنا ما ياخذك في موقف زي ده ويحمي كل الناس اللي حواليكي. نورتينا جدا. تسلمي. طبعا الشباب اليومين دول برضو يعني بيكونوا متاثرين عاطفيا شديد لانه هم زادوا متاثرين بالميديا متاثرين بالحياه دي بالافلام والمسلسلات. فالمسلسلات والافلام دي حاجه واقعك انت حاجه ثانيه. فانت عيش واقعك وما تغارين ما تغارين ما تغارين. والله انا ما تعرضت لكن الخيانه يعني حاجه كعبه جدا يعني. افترض انه الناس تكون بينات الثقه بيناتها تكون يعني المحبه بيناتها تكون الود كده يعني. فانا شايف في ناس تعرض لخيانه يعني وتعرضوا لصدمات وبتاع. فبجد الخيانه حاجه كعبه يعني. برايك شنو السبب اللي بيخلي الشخص انه هو يخون او يكسر الثقه اللي اداها له الطرف الثاني؟ والله يا اخي الزمن ذاته تغير يعني المسلسلات الحاجات الدخيله علينا دي فدي حاجات كثيره جدا يعني هي اللي خلت الناس انه يعني بتبالغ في الحياة دي يعني. وفي ناس يعني بتتشرب بالخيانة وبتتشرب بالحياة دي يعني. رسالة لكل شخص هو تعرض لخيانة كيف يقدر يتجاوزها؟ والله يا أخي ربنا يديه العافية وبتاع والواحد يعني يقدر يفيق من صدمته شوية وما يشتغل بالحياة دي يعني. الحاجة اللي ورا لازم الواحد يخليها يعني الحاجة اللي ورا يعني. والواحد دائما ينظر للأمام يعني ويفكر في الناس الكويسين هنا وربنا يديك انت العافية. والله هو موضوع يعني جميل وفي الوقت في نفس الوقت حساس يعني فهمتي؟ يعني الخيانة دي يعني صعبة شديد فأنت ما في داعي إنك تخون نفسك أو تخون مثلا زول عزيز عليك أو مثلا زوجتك. فالخيانة دي يعني حاجة حساسة شديدة وصعبة يعني فنحن ما في داعي للخيانة والناس تكون مع بعض يعني متحابة. إذا أنت تعرضت لخيانة يا راي لا قدر الله أنت يمكن قبلها وقلت لي ما تعرضت لأي خيانة فإذا أنت تعرضت للحاجة دي أنت حتنتقم ولا حتسامح؟ لا حسامح طبعا يعني التسامح دي في الدنيا دي ما فيها حاجة
الليلة انت قاعد بكرة ما قاعد، عشان كده يعني ما في داعي للخيانة والكذب والغش، والناس تكون صريحة يعني مع بعض. موضوع الخيانة يعني أسوأ أخلاق صراحة، ما في أسوأ من كده يعني، وما في مبرر للخيانة مهما يكون، ما في مبرر. أنت تعرضت للخيانة قبل كده؟ لا لا الحمد لله. متأكدة؟ بتردد يا هلا. طيب كيف حيقدر الشخص يتجاوز، الشخص اللي تعرض للخيانة كيف حيقدر يتجاوزها؟ والله صراحة الموضوع صعب، لكن يعني أنت فكر إنه أساسا الشخص الخانق ده ما بيستاهل، اصلا هو ما بيستاهل، بتعتبره صفر على الشمال وتسقطه من حساباتك تماما. انت لو اعتبرت انه هو يعني بني ادم اصلا ما بيستاهل، اعتقد حتقدر تتجاوز تمشي ريح. الناس تعين الايجابيه وتخلي السلبيه. بالضبط كده. ما تجيب فيه لانه هو ما بيستحق اصلا. طيب رساله لكل شخص هو تعرض لخيانه، ورساله لكل شخص هو بيخون. طبعا الشخص اللي بيخون ده ما بيستاهل ذاته نديه رساله كثرة ما زعلانه منه. اما اللي تعرض للخيانه فبس نقول له ان شاء الله ربنا يعينه وجو اهيد، يعني ما تاخذ في بالك ابدا، يعني ربنا صرف عنك شر بانه الشخص الخاين ده يطلع من حياتك. والله الخيانه بالعموم يعني ولا بالخاص؟ طيب الخيانه الزوجيه دي براء، بالنسبه للخيانه الثانيه من ناحيه الصحبات عموما، حتى بقت في خيانه في الاهل وكده، فالزوم بقى صعب، الزور ما يصغل الاخر، يعني حاول قدر ما يقدر انه يكون في حدود. والخيانه بتجي من انه زول يحكي لك سره او حاجه زي دي، فزول يكون في حدود، حتى في يوزن كلامه ما يحكي اسراره لزول، صراحه بقى الزمن صعب بالحد البعيد. غير الخيانه الزوجيه، الخيانه الزوجيه لو في ناحيه، في نواحي كثيره بتجيبها، مثلا ناحيه التقصير، الاهمال بمعنى عدم الاهتمام. ف هو اي زول عنده شخصية عنده رأي براو، لكن ممكن اقول لك انه في ناس بيقطعوها نهائي، في ناس بيقطعوها بشروط. هي والله صعبة، بتدمر عديد، تكسر الظهر، ممكن اقول لك تكسر القلب. لكن زول استعين بالله وبيقوى ان شاء الله. كيف تقدري تتجاوزي الخيانة، يعني بالانتقام او بالسامحي؟ لا تسامحي، انتقام كيف؟ لا 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 لا، وغير كذا دي دنيا ما تستاهل حاجة زي دي، زي ما بقابل الشر والشر. والناس لو فهمتها بمفهوم واعي انه نحن ربنا نزلنا في الدنيا دي عشان شنو؟ نعبد ونرجع. زول اسألك احسن له، زول قابلك بالشر يعني حاول شنو؟ قابله بالحسنة، وزي ما بقول والكاظمون الغيظ والعافين عن الناس. فزول حاول قدر ما يقدر يتمالك نفسه، ما يقول كلمة شينة، كلمة بتجرح. والله صعبة، هي ما كانت صعبة 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 شديدة. وأنا ممكن أقول لك أنا تخنتها من قبل صدق. أنا عايزة ذلك السؤال لأنه أنا حسيت من خلال كلامك أنت تعرضتي لحاجة زي دي. تعرضت والله للأسف من خلال صديقتي، ويعني اتهزيت فبقيت. معليش بس صداقة لكم كم؟ أنا صديقتي دي لي معاها 5 سنين وللأسف وغدرتني، يعني قالت عني كلام ما حلو، عملت لي سمعة ما حلوة، حاجة زي دي هزتني شديد. وللأسف كان في الجامعة، أنا لغاية ما انتهيت من الجامعة فبقيت بس القاعة، المسجد، المكتبة، البيت، لا عملت تاني ولا حتى صحبات، حتى وقت لما نقعد جنبي بس حدي سلام كيف، يحاول يخلق موضوع وانا صاوي كده، ما في نفسي مشغولة بالشيت بالتلفون بأي شيء، خلاص يعني عملت لي زي حاجز زي صدود، فبقت صعبة. عشان كده في على يعني ممكن اقول لك بقى لحمي ودمي، انا بقيت ما بصح خلاص يعني تهزيت للاخر، اخذت الثقه الجواكي في كل الناس اللي حواليك. كيف قدرت تجاوزتيها يعني؟ والله تجاوزتها، بيقول الايام كفيله تداوي اي شيء. وغير كده يعني ممكن اقول لك انه الكتب بتفيد، تبحث عن، في ناس كتار في النت اللي اتخذلوا بيوريك انه تتجاوزها كيف، تحاول تتعلم من الدروس اللي فاتت، يعني انا فادني كثير. ممكن اقول لك انا قبل اليوم كنت شخصيه عفويه شديد، مرحه شديد، بتكلم كثير ما اكذب، بضحك كثير هنا، لكن بقيت ممكن اختلاف توتالي حديد، يعني اي شيء بقى بحدود، بحاسب له نظام كم اللي قبل ما تطلع، بقيت في اي شيء حتى في نظرتك ما تحاول تعمل لها حساب، يعني اي شيء الحمد لله. الخيانه طبعا هي اصلا ما يعني ما مقبول بكل المقاييس، يعني
يعني سواء كان خيانة مثلا في العمل أو خيانة البلد، يعني دي كلها يعني من الآثار السلبية وتأثر يعني في المجتمع ده. يعني فالخيانة هي طبعا منبوذة صراحة يعني بكل المقاييس، ف يعني ما منها يعني أي فائدة، بتدمر البلد، بتدمر يعني حتى في مجال العمل يعني ما مضبوطة. يعني مثلا يعني زملاء هنا بتاع